باب من الشرك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. هذه الأشياء بابها باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربع: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. هذا الأخ أقول له أعطني كاسة ماء، يصح؟ ننظر: حي نعم، حاضر نعم، قادر نعم، ما شاء الله يتحرك. سبب يعطيني هذا أو يعطيني هذا، لا إشكال، أو أنا أقوم أخذ الماء. هذا الأخ غرق في البحر وينادي هذا على الشاطئ، يقول يا فلان أغثني، أو يتصل مثلا على خبر السواحل عندنا، أو مثلا يتصل على الدفاع المدني، يصح؟ إذا توفرت الشروط الأربعة يصح. لكن ينادي غائب، هو هنا في السعودية ينادي الولي الذي في الهند، شرك أكبر، أو ميت، أو إنسان مشلول لا يسمع يقول أغثني، شرك أكبر، أو يعتقد أن بيدي جلب المنافع ويدفع المضار. إذن أخذنا الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروط الأربع: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والثاني أن يستغيث أو يدعو. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لك أن الاستعانة واستعاذة واستغاثة وشفاعة بابها باب الدعاء. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، تقديم من حق التأخير، فابتغوا الرزق عند الله، هنا قدم. لماذا؟ على دليل على الحصر، لا تبتغي الرزق إلا من الله. لا تقول ماذا صنع لنا الحكام، أين العروبة، أين الخليج، العلماء، لا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق. ثم قال سبحانه وتعالى: واعبدوا. لماذا؟ لماذا جاء بالعبادة بعد الرزق؟ لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل، ما شاء الله خيرات، صح تمام. واعبدوا واشكروا له. لماذا؟ لأن النعمة ابتلاء امتحان، تشكرها أو تكفرها، وقليل من عبادي الشكور. بهذا تم القسم الثاني. نعم، ماذا أخذنا؟ من يعيد لي هذه الأبواب؟ لا إله إلا الله. ها أخوان، ها الشيخ أنت. نعم، الباب الأول قبله من الشرك، وقبله لا حد يتكلم اخواني. تفسير التوحيد، وفسر التوحيد بضد الشرك في الدعاء والشرك في المحبة والشرك في الطاعة والشرك في النية والإرادة والقصد. وباب من الشرك ما له الحلقة والخيط. قلنا إذا اعتقد تأثيره بذاته شرك أكبر، اعتقد أنها سبب وليست بسبب أصل، تمام. وثم قال باب، لماذا لم يقل من الشرك؟ لأن الرقية شرعية وشركية، الشرعية تكون من الكتابة والسنة وبإسماء الله وصفاته، كلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية. الثالث نعتقد أنها سبب، اختل شرط شركية، والتمائم كلها من الشرك. إلا ذكرت من القرآن فهي محرمة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم وكراهية السلف، فتح باب شر وامتهان للقرآن. بعده التبرك شرعي وحسي، لا مشروع وممنوع، ممنوع شرك أصغر، المشروع حسي كتب الأئمة، أو شرعي الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام تابع بين الحج والعمرة، الصلاة في مسجد قباء، صح تمام. بعد الذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر. ولا نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا نكثر سواد أهل الباطل،
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة بابها باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. ذكر المؤلف فائدة مهمة جدا في باب التبرك، قال أن المنتقل من الباطل، الذي ينتقل من الباطل، وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل، بعض الناس يتوب يكون على مذهب ضلال، إمام عند علماء الضلال، ثم يتوب يهديه الله سبحانه وتعالى ويتوب، ثم يؤلف في معتقد هؤلاء الباطل، نسمع له؟ لا. من يقول هذا؟ أئمة الإسلام يقول هذا. يقول هو رحمه الله في المسائل أن المنتقل من الباطل، لأنه قال ويحتج بماذا؟ ونحن حدثاء عهد بكفر بشرك. قال المنتقل من الباطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من الباطل، فلا نقرأ له. اقرأ الشيخ الإسلام يا أخي، صح؟ لماذا تقرأ؟ قال هذا يعرف، شيخ الإسلام لا يعرف. ولهذا الآن ينزل كتاب أو أشرطة حقوق النسخ محفوظة والطبع الأولى وكذا وكذا، لا تقرأ، لا، انتهى من كتب من؟ شيخ الإسلام أحسن لك والله، صح؟ وارتاح، لا إشكال تحمل الكتاب هكذا، يرى الناس ما في إشكال، صح؟ أما ذاك الكتاب تحمله هكذا تخفيه، لماذا؟ أحسن ارتاح من الجميع. الطعن الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. أي إنسان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. طعن في الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختارهم سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنه، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. طعن في دين الله، لأن لو طعن فيهم معنى هذا نقل لنا الدين من أناس فيهم. الثالث طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء على دين خليل، وقال لا تسبوا أصحابي، وطعن في الصحابة هذا واقع. ماذا تصنع؟ انتبه، معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة ألا نذكر الصحابة إلا بخير، لا تقرأ، لا تسمع، لا تتكلم، سلامة إيش؟ قلوب والألسنة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يجوز القراء في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة. من يقولها؟ بن عثيمين رحمه الله. لأن الله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة عن الفرقة الباغية، لا يسأل، لكن سائلك الله عما تعتقد في قولي والذين جاءوا من بعدي، وسائلك الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابك، مفهوم؟ نعم.